تعال تعال، والله قتله. جيبه تكفى جيبه. الله الله عليك، هلا بيك، هلا هلا. وش ذا اللي صدته في الليل انا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شباب؟ شنو طيبين؟ اليوم وصلنا الحلقة الثالثة من سلسلة لعبة بال وورد. طبعا اللعبة خرافية، انا مستمتع فيها داخل جو كأنها ارك لكنها بكمنات ودلع وكذا. زي ما تشوفون الان وراي هناك في الجهة اللي وراي جبار اللعب بالضبط، تشوفون انه في عدد من الكور المو طبيعي. لقيت لي انا حركة من خلال الانستا، يعني انهم يتكلمون عن الكائن اللي هو فيكسي هذا، انك تجيبه وتحطه عندك في المزرعة. وحرفيا انا رحت افكت كذا مدة اصلح لي شاهي ذا واضبط الشاي حق وجهي، يوم جيت والقى هنا يا حبيبي كمية ما ادري. انا معي كمية اساسا، بس انا معي كمية حوالي 7 حبات معي، خلنا بحطه هنا مثلا. اوه شوف هنا في 100، هاي ذاك يجمع ويحط هنا حبيبي، شكرا على 100. بس انا بحط هنا الكمية هذي اللي معي، وبشوف اللفة اذا اخذت لفة هنا كم راح يطلع، كم راح اطلع من هنا. طبعا لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة والشير، اهم شيء الشير يا شباب، نبغى القناة تزود تتطور القناة ان شاء الله اكثر واكثر ان شاء الله باذن الله. فخلونا الحين ندخل نشوف. طبعا فيكسله في منطقة هنا تحصله ورا الماب، هنا تلقونه، هنا تقريبا، هنا 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 تقريبا في المنطقة هذه، تمام. طبعا احنا راح نستكشف، نسوي استكشافات وكذا. فقلت ايش، بس اللهم اخذت فيكسي هذا بحيث اني كنت ابحث عنه، وجيت حطيته هنا. ايوه في ناس هجموا حقينا، قلت لهم بزوح هذولي جاجو سواليف، يضربون عيالنا لا يطقوهم. طيب خلينا ندخل الحين نسوي مشي سريع كذا. طبعا هم يطلعون الفيكسي هذا، يطلع ثلاث اشياء، يطلع لك الاسهم، يعني ما عاد في داعي ان تصنع اسهم ولا تصنع حتى كرات، ويطلع لك ذهب. يمكن هذا اطلق شيء، فخلنا نجمع ونشوف كم اعطونا. نشوف 90 كورة، يا سلام 90 صح، 91 كورة، يا سلام. ما معنى احنا ذولي بعد 200 كورة بطلع صيد لين ادوخ وانا صيد. لما كان انا اشوف في بعض الاشياء، يعني سويت انا هذا كان طالع عندي من زمان، اللي هو حق مكان التزاوج الوحوش. طبعا رحت وانا تمشي في الماب لقيت القبعة ذي رسبي حقتها، اخذت رسبي حقتها وجيت. ايضا فتحت هذه اللي هي الميجا جلايدر، طبعا ما جربتها الان. فنتوري نجيب هذه نحطها هنا. طبعا تشوفون هذا الكائن الكبير الدب ذا، هل تقول هذا شلون جاء؟ هذا جاء من احد البيضات اللي القاها في الماء، في تخبون، كنت القى بيضات قبل منطله في الاماكن يعني كذا، اخذتها وجيت فقستها هنا، يوم فقستها طلع لي ذا. فالحين انا معي كميه الحين من البيضات، لو شوي هنا عندي كميه من البيضات هنا حجمها لارج وكذا، فقلت نفكها حبة حبة. بس خلنا نحط هنا، خلنا نحط هذا هنا، اتوقع بيكون عنده جو مناسب. لسه توهات ما عادي، مو مشكلة، صار 50% عادي. خلنا نفك هذا، خلنا نشوف ايش راح يطلع لنا من اللارج دارك ايج، المفروض يطلع شيء كويس. وشو ذا؟ وش اللي طلع ذا؟ ها؟ وش اللي طلع ذا؟ ونشوف وش اللي جانا ذا. وهذا وش ذا؟ فليم بول ذا، وش ذا؟ حط هذا هنا. اوه اتكوت، وش ذا؟ ايش يسوي؟ ما رايح له ذا. لحظة، ابي بقرا عنه، لازم اقرا عنه، شو اشوف وش هو، وش كبره ذاك الثاني هذا. وليه وش ذا؟ شوف وش ذا شكله ذا. هذا مايننج واحد، طيب مايننج واحد ويطلع سمول بال سول، اوكي مايننج واحد وقذرنج اثنين عادي من الناحية ذي. والصغنطوطي هذا فاير واحد، ما في تميز صراحة. طيب الحين احنا استكشفنا ان هذا الشاب اللطيف ما في تميز، هذا مايننج، والثاني ذاك الصغنطوط متخصص في النار، انه يشب نار وزي كذا، بس انهم كلهم ضعيفين يعني صراحة. هذا ما ادري احتمال يكون مره قوي، بخليه في التيم حقي. وبشوف له حل بعدين، اكيد انه بيكون دمج عالي، بيكون ممتاز مره في الدمج. احنا البيضه هذه نشوف ايش راح تعطينا.
خوينا. ايوه، وشو ذا؟ وشو ذا الحب؟ وشو ذا عند الطبخ؟ اثنين والخشب واحد. هذا خرافي مغذى فنان هذا، بس شكله فخم وناوي، شكله فخم. هذا لازم ألف له، لازم ألف له وأظبطه وأزاه. هذا وشو هذا؟ هذا ذكر، هذا ذكر. طيب واللي عندنا الجديد وشو هذا؟ أنثى. وشو هذا؟ أنثى. حلو، بس خلني ألف له شوي، خلني ألف لهم وبزاوج هذا مع هذا، وبنشوف الكومبو حقهم وش بيطلع. أحس الكومبو حقهم بيطلع بطل مغة. كومبو حقهم ذي، نروح ذي، بروح هناك أول شيء، وبنحاول نلفل من المكان اللي احنا فيه، أكيد بيكون مكان أقوى شوي. أوه صح، هذه القرية دخلتها قبل بس ما لمست فيها شيء. وش اللي فيها طيب؟ وش اللي فوق ذا؟ إذا خلينا نجيب جلايدر. والله الجلايدر ذا بطل، ما ينقص من استمنة شيء. في هنا واحد باي، وش يبيع؟ اوه يبيع عصبيات، يبيع عصبيات هو يبيع. اوكي، وعلاج، وهذا 3000 ليه، و50 حليب. مش كان احتاج بقرة، هنا ابغى ابي ابغى بقرة عشان الحليب، من الحليب والشيء ذا، عشان اقدر اصنع زيادة من ذا. ومش احتاج شيء ينتج هاني اللي هو العسل، فاحتاج كم شغلة. 120. اوكي يعني انت تشتري 120، لكن كم تبي؟ 12 يا حبيبي. هنا وفي واحد هنا. اوكي شفت غلط برا، شكيت. اوكي وش ذا؟ انا شفت ذا المشهد، انا مش شطفت مره قبل، وشكله بوس هو. هذا ينتج كهرب، وهذا وشو؟ هذا يزرع اثنين، عند التسقية اثنين. طيب طيب يا اخوان، الان ناخذ هذا، بنخليه يتزاوج مع النمر الكبير حقنا، بنحط هذا هنا. احنا بنزوج الاثنين ذولي مع بعض. اللي معي هذا اللي هنا اتوقع انه ذكر او انثى، المهم ذكر وانثى، نجدحهم سويهن. المفروض الان يتزوجون صح؟ باقي الكيكة. بس هنا كاتب النت انف كيك، ما عاد وش قصدهم بالله، يعني كان مطلوب كيكه واحده، وانا الحين حاليا ناقصني عسل. انا بروح ادبر العسل هذا، بشوف بلاظ البائعين انهم هل هم يجيبون عسل ولا لا، بخلي دول شغالين، ابروح انا ادبر عسل وبجي. طيب يا اخوان، حاليا جيت عند البائع هنا، حصلت يبيع البقره. انا ابغى البقره صراحه، انا ما قد لقيتها. ففي وحده الليفل، ما يهم الليفل حقنا، احنا بنحطها عندنا في المزرعه بحيث انها تنتج لنا حليب. فبناخذ ذي 4000 كويسة، بنحطها عندنا في مزرعة. طيب وذا يا اخي، ابغى عسل يا اخي انا، او مالي الا ادور الفراشات. انا خبر طلعت لي اول فراشة، بشوف الفراشة بموقعها الاصلي وين، وبشوف وبروح لمها واجمع منهم، لان الفراشة هي تطيح عسل. في جسر هنا، كائن غريب، انا ما ادري كائن ده، هو صرح خوينا ولا لا، يبغى لنا نتجه في الطريق ده. وش الكائن ذا اللي قدامي؟ ابى اصيدك، اي شيء جديد بصيدك، ما ادري وش هو، انت كني بصيدك. وش الضربة ذي؟ هاي جديد علي الضربة ذي. انزل انزل عنا، هاي واضح يقتلهم. بسم الله، نبدأ نشوف الكائن هذا وشو. تعال يا حبيبي تعال، لا تعقدها، أما صدها. حلو، تعال تكفى. وش الصقر ذا بعدها؟ اصبر من دورك الحين، اصبر شوي. تعال انت، ها تعال انت. انا خبر عندي نوع ثاني. ايوه جي،
وانت تعالي بعد. حلو، وش الكائن ذا؟ يهو خضراء خضراء، مشكلة قاعد يضربني ذا وانا ما فاضي الحين حاليا. خلنا ننزل خلينا نتضارب معه، خليه يتضارب شوي. صوت الثاني ممتاز ممتاز، حلو والله بيقتله. تعال ضربة أخيرة بس كذا، أيوه تعال. وش الصقر ذا؟ والله حيوانين جديدات علي. عاد بقى بصيدك بالقيقة، عاد شو تسوي؟ لازم أصيدك ذي، أنا بموت يا أصيدك يا أموت. بس حلو حلو، وش ذا؟ هذا غير بريك فريق غير. دقيقة 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 دقيقة، إلا نمسكهم. وش ذا؟ ذا جديد، ذا جديد. تعال تعال، كفي 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 كفي. والله بغلط بغلط، ضبت عليك قوية. تمسكه على طول، تمسكه بس يلا. والله انا يعني كنت بموت. حلو حلو، كائن جديد، حلو حلو. خلينا نجمع العسل عشان نرجع نسوي كيكة لهم ثانية. ياو والله بغيت اموت هنا انا، لازم اصيده. اي هذاك هو، هلا عشان نصيده اعطيه طلقة بس اتفاهم معه. ايوه ايوه عطى، اذا دمج بشكل كافي سيدك سهل اوخر. ايوه بعد بس تعال، عندي كور كثير بصايدك صايدك. حلو تعال تكفى. حلوين، هذا القيقة، القيقة بتجيب راسه غصب، ما حيطلع ما حيطلع خلاص. تعال حبيبي حبيبي، وش ذا؟ هذا يبغى لي الحين ارجع البيت عندي الحين واشوف ايش السالفة. انا جمعت كمية العسل الكافية وبرجع وبشوف الاشياء الجديدة اللي انا اخذتهم ذولي وش هم. يا اخوان تو لقيت كائن جديد وانا اتمشى وانا راجع لما لقيت ذا. تشوفون ذا كائن غريب او ما اشوفه انا، كنا ساحره كذا بشكل لفلها 28، انا لفلي اقل بكثير. وين تو ذا تو راح؟ اوه هذا هنا في قطعه هنا، اوكي خلنا ايش اسويها ذي. حلو عشان اقدر ارجع بسرعه. شفنا تو متكي، وش ذا؟ شوفون يا عيال ذا وشو؟ وش ذا؟ حيه لا 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 لا، هذا يا عيال لبلا عالي بيجلدني. نزلني انت هنا يا حبيبي واحتضار معه. إذا يمدينا نصيده والله بصيده، والله ما خليه يروح. والله في قتال عنيف بينهم اثنين. نجرب نصيده بالقيقة. خلي 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 ينزل من دم زيادة، خلي ينزل من دم زيادة. والله ما يأثر فيه. تعال تعال، والله قتله. جيبه تكفى جيبه. الله الله عليك، هلا بيك، هلا هلا. وش ذا اللي صدته في الليل؟ انا لازم ارجع الحين، انا لازم ارجع الحين، لازم ارجع لازم ارجع. طيب يا اخوان حاليا احنا بنصنع طاولة حق الاسلحة عشان على راحتهم.
هذا طلع يا عيال فنان، طلع عنده اثنين يد للتصنيع، عنده اثنين وعنده الزراعة اثنين. هذا فنان، هذا اللي اجيب زيه كثير عندنا، يبدأ عندنا التصنيع وذا والزراعة فنان، احسن من الجيد. هذا اللي كنا شخص عنده الهاند وورك اثنين، اذرينج اثنين، حصاد عنده، واللي ينقل اغراض اثنين، مرة ذا بطل، مرة ذا بطل. هذا بس يشيل اغراض، وعند الميديوم سول بال، بس شكله قوي يا عيال، شكله قوي. طيب خلونا الحين نشيك على البيضات يا عيال. خلينا نشوف هذه البيضة وش طلعت. حاليا قدرنا نضبط وش ذي، أرنب صغيرة، أيوة. وهذه وشي، وش تعطينا ذي الدارك؟ إن شاء الله كائن جديد. أوه جال ذا، أوكي، والله ما أدري. أيوة وش ذا بعد؟ والله ما أدري وش ذا. الحين شيك عليهم كلهم، شيك. هذا عند المايننج اثنين، حلو. وماينينج اثنين، وعندها هذا وش عنده؟ هذا ماينينج اثنين وهاند وورك اثنين، اوكي. هذا يشيل اثنين وذا، هذا مرة حلو. وهذا مرة سيء. البنوتة وش تسوي؟ البنوتة صغيرة عادية، بس شكلها صنطوطة، شكلها صنطوطة. هذول المعاديين ذولي، هذه عادية ما احتاج لها الآن. هذا مشكلة، ودي اقرا عنهم زيادة. ما ادري وش هذه، اما غيد. طيب احتاج احط ذا، ابى اجرب ذا، هذه بيكون اسطوري مره حبيبي. قول انت، هنشيلها هنفقسها، يلا. ايوه سوي او سوي زي كذا اسمه، تثليج ومدش بعد صغنطوط. ايش ذا؟ خلاص ثلج انت هنا بدال ذاك الاصفر، بدال مو مشكله. طيب شباب، اخيرا قدرنا نسوي الكيكه. صار لازم الكيكه احطها هنا في صندوق خاص لهم. والحين ذا رجع معه، ايوه. نجي هنا ونسوي كذا، نحط الكيكه هنا كذا، المفروض انهم هم يتغذون عليها وزي كذا. ايوه شوف، خلاص الحين هذا، ايوه طلعت الاق. وهنا ايش بعد؟ هذا الجديد، وش ذا؟ طيب خلينا نحط اللي معنا هذه، ونشوف الكائن الجديد وش. هاند ووك ثلاثة، هذا اسطورة، هذا لازم يشتغل عندنا، لازم يشتغل، شغيل نمبر 1. صغنطوطة، تسوي هي تشيل وتصنع وتسوي جذرينج، اوكي. تزاوج بين المقرة والخوف ذا، اشوف وش يطلع كائن صراحة، احس بيطلع شيء كويس بين الاثنين ذولي، الخوف والذا. علموني تحت في التعليقات وش تبغون نسوي تزاوج بين الكائنات، وش النوعين اللي انتم تبغونهم من الاشياء اللي عندي. قولوا والله حط هذا مع هذا وخلينا نشوف ايش يصير. اوكي تصنع ذي، شوف 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 شوف، هذا عنده تصنيع ثلاثة، شوف سرعة التصنيع عنده كيف، والله يا هي طيارة صاروخ. الباقيين يطولون شوي يا اخوي، هذه ثواني، هذه الوقت ازوج منها ولا ذا، يا سلام، والله يبغى لها شغل ذي. فالحين قاعد اجمع مواد الحين عشان نبغى نصنع الكيكة، حلو. اصنع كيكة، وهذا لو جبنا ان شاء الله وصلنا الليفل حقه بنستخدم احنا الجلايدر حقه. حاليا احنا الليفل 26، هو تقريبا مكان لو انزل هنا حاليا تحت بتشوفونه بعيد تحت، شوف ليفل 33 ليفله، يعني صدنا شيء قوي. بحاول اصنع شيء قوي مع بعض، بالناظر وين، هل وش اللي عندي انا من عندي هذا ليفل عالي اخليه يتزاوج مع ايش؟ ابغى شيء ليفل عالي. عندنا الصقر ذا ليفل عالي، هذا هو اعلاهم في الليفل حتى الان، او هذا يمكن ازاوج مع ذا، ازاوج الاثنين ذوي سوا ونشوف وش يطلع لنا من كان صراحه.
اتوقع بيطلع شيء رهيب. طيب يا شباب، حاليا سوينا تزاوج بين الاثنين هذول، اللي هو الطائر الليلي هذا او الطائر الليل، وعندنا الثاني هذا اللي هي الكائن اللي هي البيضة هذه اللي لها زي الجزايل كذا. فقلنا نزوج بينهم بين الاثنين هذول، بما ان التزاوج اللي قبل ما طلع بشكل مطلوب، فقلنا نزوج الاثنين هذول ان شاء الله يطلع انتاج مرة بطل. ويعني خصوصا ان الليفل هذا الطائر كان ليفل تقريبا 28 من 29، يعتبر ليفل عالي صراحة. فقلنا ايش نزوج الاثنين هذول سوا، بما انهم لفلتهم عالية، ويعني هذا الطائر متخصص في نقله الاغراض لفل ثلاثة، والصغير هذه تصنيعها في يدها ثلاثة. فقلت ان شاء الله انهم يعطونا واحد عند النقل والتصنيع، يعني يكون لفل ثلاثة، يعني شابك بين الاثنين. خصوصا هذا اللي هو الطائر هذا، ترى هذا قوي مرة، انا جابته على وحوش يعني لفلهم 20 25، يجلدهم جلد مو طبيعي. هذا عنده خواص مرة خرافية في الاتاك وكذا. فان شاء الله المقطع الجاي نشوف على الانتاج من الاسطوري، ان شاء الله يطلع انتاج مرة بطل منهم. فيعطيكم العافية على هذا الشيء، واتمنى المقطع عجبكم. فتنسوا، لا تنسونا من اللايك والاشتراك والشير، اهم شيء الشير يا شباب، اللايكات والشير هذا اهم شيء. واشوفكم ان شاء الله في المقطع القادم، يعطيكم العافية والسلام.